حفلت الدكتورة نسرين الحمداني في المكتبة الوطنية بحفل إشهار كتابها باب قاف نسرين أو باب قنصرين. وراعى الحفل الدكتور عبد الرؤوف الروابدة، وشارك في الحديث الأستاذ الدكتور همام غصيب والأستاذ الدكتور صبري ربحات. وقالت الدكتورة نسرين إنه اسم الكتاب بيعني باللغة السريانية قن النسور، وهي كلمة عمورية الأصل، وهو باب من أبواب مدينة حلب العريقة بنا سيف الدولة الحمداني، وهذا دفعها لإطلاق الاسم على هذا الكتاب باعتبار إنه باب قاف نسرين هو باب الحكمة في معناه، وإنها أرادت في مقالاتها إنها تضع وجهة نظرها وخبرتها اللي استلهمتها من الحياة في مقالات يضمها الكتاب حتى ينفع الأشخاص اللي بدهم يقرأوا. أودي كتابي باب قاف نسرين، وعندما تقرأوه ستعرفون أيضاً أنه باب قنصرين أيضاً، إلى حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة العيد 25 لجلوس جلالته على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية والاحتفال باليوبيل الفضي، وكل عام وإحنا كلنا جميعاً بألف خير. قد نسرين هي قرية تبعد شوية مسافة عن حلب. في التاريخ الإسلامي عندما شكل عمر بن الخطاب الجيوش، أبو بكر الصديق الجيوش لاحتلال بلاد الشام، شكل أربع جيوش: جيش فلسطين، جيش الأردن، جيش دمشق، وجيش حمص. لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه حولها إلى أجناد، بمعنى أنها مؤسسات عسكرية، فأضاف الجند الخامس وهو جند قنصرين، ولذلك بني باب قنصرين في حلب للوصول إلى جند قنصرين. هاي البداية. الأمر الثاني المهم، وشطارة نسرين فيه ذكية جدا، إنه قنصرين تحضرت وقويت وصارت مهمة في عهد حكم الحمدانيين، وهي حمدانية. في هذه المكتبة أحترمها وأحاول الحضور، لكن هذا اليوم يعنيني جدا أن اللي تطرح الكتاب بنتنا، هي حمدانية وأسرتي أنا حمدانية، هي سلطية عاملية وإحنا من نفس العائلة، وأنها تؤدي. أنا أفتخر ببناتنا المتعلمات المثقفات العاملات اللي يحاولوا أن يرتقوا بهذا المجتمع إلى ما يجب أن نرتقي إليه في ظل الهاشميين، في ظل جلالة الملك عبد الله الثاني الله يحفظه، وأن يستقر هذا الوطن على الحب والعلم والعمل، كما نسعى ونكون إخوة مع أهلنا في الضفة وفي غزة، نعيش أيامهم لحظة لحظة، ونطلب من الله أن ينصرهم ويحقق مساعينا.